مجموعة من النساء اللائي امتلكن قلوب زعماء العرب، وبسبب ذلك امتلكن أيضا ثروات تقدر بمليارات الدولارات، حيث الثراء الفاحش والبزخ الذي لا يقدر بثمن، والقصور والمجوهرات والسيارات واليخوت وغيرها. فمن زوجة زعيم ليبيا القذافي والتي تدعى صفية فركاش، إلى زوجة رئيس تونس الهارب بن علي والتي تدعى ليلى الطرابلسي، إلى زوجة الرئيس مبارك والتي تدعى سوزان ثابت وغيرهن. فتعالوا معي كي تتعرفوا على حجم الثروات الهائلة التي تمتلكها كل امرأة على حدة من خلال هذا الفيديو الشيق. بعد الأحداث المتلاطمة والدرامية والتي بدأت في عام 2011، كشفت ثروات العرب المتلاحقة عن تجاوز أدوار زوجات الرؤساء العرب لأدوارهن المعتادة في دعم المرأة والأعمال الخيرية إلى أدوار وصفها البعض بأنها تدخل في خانة التأثير السياسي والمصالح الشخصية، ولذا طالتهن اتهامات الفساد حتى أنهن دخلن ماراثون في حجم الثروات تفوقت فيه زوجة القذافي بحسب العديد من التقارير الأجنبية. وتعتبر صفية فركاش هي الزوجة الثانية للزعيم الليبي معمر القذافي، الذي ظل يخوض حربا طاحنة ضد الثوار الليبيين إلى أن لقي مصرعه، وأنجبت منه ابنتهما عائشة وستة من أبنائه، وكانت تزوجته في عام 1971 بعدما كانت ممرضته أثناء خضوعه لعملية إزالة الزائدة. وقدرت صحيفة يو اس توداي الأمريكية ثروة صفية بنحو 30 مليار دولار، بما يجعلها تتفوق على نفوذ وثروة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وكانت فركاش تمتلك شركة الطيران البراق، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر بعشرين طن. وقد طالب الحكومة البريطانية إلى جانب الفرنسية ضم اسمها إلى اللائحة السوداء، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي كان يتخوف المجتمع الدولي من ضخها أموالا لحساب قوات القذافي أثناء خوضه للقتال ضد كتائب الثوار. أما فيما يخص ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، فهي أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذاً، إذ استطاعت أن توجه نفوذ زوجها السياسي لمصلحة أفراد عائلتها. تزوجت بن علي في عام 1992 بعد مرور 5 سنوات على توليه السلطة، وهي الزوجة الثانية له، وسيطرت إلى جانب بعض أفراد عائلتها وحاشيتها على أهم التوكيلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للدولة، حتى أن البعض ذهب في وصفها وحاشيتها بالمافيا. وتمكنت الطرابلسي من تهريب نحو 1.5 طن من الذهب بقيمة 65 مليون دولار إلى خارج الأراضي التونسية قبل هروبها مع زوجها بيوم واحد فقط، في حين جمدت المصارف السويسرية ملايين الدولارات باسم أفراد عائلتها، ويبلغ صافي ثروتها حوالي 1.5 مليار دولار. أما في مصر التي شهدت أحداث 25 يناير وسقوط نظام مبارك، ف
فقد تزوجت سوزان ثابت من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وأصبحت سيدة مصر الأولى منذ عام 1981 حتى عام 2011، وأنجبت منه ولدين هما جمال وعلاء، واعتبرها المحللون القوة المحركة نحو توريث الحكم في مصر إلى ابنها جمال، إلى أن فشل ذلك المشروع تماماً. اشتهرت بطلتها المحافظة ودعمها مشاريع خيرية للأطفال، لكن ظهورها الإعلامي المقل لم يعكس حقيقة دورها النافذ ومناورتها السياسية ما وراء كواليس السياسة المصرية. وأصدر الإدعاء العام المصري قراراً بحبسها تحت ذمة التحقيق 15 يوماً، لكنها تعرضت لوعكة صحية من جراء القرار، وقررت تسليم 3 ملايين دولار من حسابها الشخصي وفيلا خاصة في القاهرة كي لا يتم احتجازها. وكانت تخضع للتحقيق في مصادر ثروتها وعائلتها قبل أن يتم تبرئتها. وأوضحت التحقيقات أن سوزان مبارك كانت تمتلك مع أبنائها 6 حسابات سرية منفصلة، وقاموا بإخفاء 232 فرنك سويسري. وفي عام 2003 وبحسب جريدة تايمز، فقد تم فتح حساب باسم علاء مبارك وهو في سن 27، فيما كان هناك حساب مشترك آخر بين سوزان وعلاء وجمال مبارك يحتوي على 277 مليون فرنك سويسري. وبخصوص ثروة الأميرة موزة زوجة حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق ووالدة أميرها الحالي تميم بن حمد، وهي من مواليد يناير عام 1959، وهي تعتبر من أغنى نساء العالم وأكثرهم نفوذاً، فهي تمتلك مجموعة من القصور في كافة أنحاء العالم، ولكن أجملها على الإطلاق هو قصر لندن، حيث قامت بشراء 3 منازل متجاورة في عام 2004، ودفعت فيها حوالي 191 مليون جنيه استرليني، وعملت على تحويلها إلى قصر موحد، وقد تجاوزت قيمتها 313 مليون جنيه استرليني. بعدها وفي عام 2020 اشترت الأميرة موزة فندق ريتز في لندن، وبحسب شبكة بلومبرج فقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 800 مليون جنيه استرليني، وتقدر ثروة الشيخة موزة الإجمالية بحوالي 15 مليار دولار. ومن بعدها تأتي الملكة رانيا العبد الله، وهي زوجة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وهي من مواليد شهر أغسطس عام 1970 بالكويت، وتبلغ ثروتها حوالي 35 مليون دولار أمريكي مودعة في بنك كريدي سويس الثاني أكبر بنوك سويسرا، وذلك بحسب تسريبات بندورة عام 2021 وصحيفة الجارديان البريطانية. أما أسماء الأسد فهي زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وقد تزوجته في عام 2000، وهي من مواليد عام 1975. وقد كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أسماء الأسد مارست نفوذها على الاقتصاد السوري وصنعت شبكة واسعة من العلاقات مكنتها من السيطرة على العديد من المؤسسات الاقتصادية الهامة في سوريا، وقد استولت على جمعية البستان الخيرية من رجل الأعمال رامي مخلوف وشركة سيرياتل للاتصالات، وأنشأت أيضا شركة إيماتل. وذكر التقرير أن عائلتها وعائلة زوجها جمعوا الكثير من الأموال على حساب الشعب السوري، وتتراوح ثروتها بين 5 إلى 10 مليار دولار.